من فيديو جديد او اكشن فلوج. الفلوج هو حيكون في السلام عليكم. طبعا هذه هي اختي تفترق قناتها في الوسط. حد ينسى اللايك سبسكرايب لها وليا اسطنبول وكم خليني كلكم سمعتوا فيه. هذه حساني مي في فترقوا رب قناتها لوط في الوسط. وهذه اسامه ما عندهاش قناه. خلاص انا عندي قناه لما اديرها. الخلاصة من الفيديو اليوم حيكون فلوج رحلتي انا لأوف اسطنبول، واليوم مول معروف جدا هنايا في اسطنبول، واظن مش اول مرة تسمعوا بيه. حرفيا اي فلوجر جاي هنايا لتركيا حيكون مصور عليه انه معروف جدا، ومش اي حد يجي هنايا حيصور عليه، فذاك حيكون الفيديو معانا مميز وبلمستي انا الخاصة انا وميمي اوسا. ما حد ينسى اللايك سبسكرايب ونتلاقوا وانا gonna go to the car. فهيك انا نكون خلاص خشيت السيارة. ما تنسوش لايك سبسكرايب يعني قلت لكم عليهم بكري. فطب باش نمشي المول في اسطنبول، يلا بينا نمشي الطريق. جماعة حتى انا زيكم كرهت الصوت اللي يطلع في الفيديوهات. طبعا هيك انا كنكون راكب في السلم ووقفت الفيديو قطر ياخذ في الكي ار كود. عند ما انا جواز متنقل كي ار كود، عارف كيف اشبه المحلات اللي عندهم، عندهم كل شيء اكثر من العادي، هو اكثر من اللي كنا فيه. والمول معبي عزقت ناس خطر دوا حتى، عارف كيف هو معروف يعني. ما شو رايكم في اللبسه اللي اخذتها؟ اوه اشبه طبعا هذه المدرسه اخذتها، خلينا نعلق هذه المدرسه ما تجاقي فلان هي اخذتها من معلقها زمان قصدي لك معود ما عندهمش عليها، لكن هي اصلها من يونايتد ستيتس اولويج. طبعا احلى شيء في ناس في قصدي لك انه يعطيك لها دفعات اللي يعني في الشركه، عارف كيف؟ لما تمشي المحل نفسه بتاع نفس فالويشن حتلقى بان في دفعه واحده اللي هي جديده. لو طبعا هنا يا اخي الحاجات اللي بتقدم الحاجات اللي بتقدمها ما بدل ما لو هم يشروا هم قصدي الاصناف تقدر تحصل هالحاجات. طبعا هذه المدرسه
اللي هو الجديد بس كلها جديده. تطلع عندي اللي اعطيني شنو ولا اعطيني سعودي يا رب؟ توقع عندي والله كلها يعني عطتنا كيسه ضخمه تقول رافعين معها حياتهم. طبعا هنا قلت عم الدس طب بصلي يعني طب كيف قد المغرب انا طول ماشي بس جامعوا نصلي المغرب الثاني اظن في الجامعة مش حنلقى اشكو اشكو اسمع الفن بتاع او اشكو هنا انا تشكيلات ابو ليمون جواه لينو في كل صبور وكل نحو صبور الا هذا قول حقان طبعا بعد الفيديو انا بكل صابون القلمة اللي فصل اخوخة حتى الليمونة صابونة الليمون هذا صابون كل حرف كل صابون يعني الشكل مفيش حاجة مية صابون كل صابون اللي قدام الا هما طبعا ما قفة هاد السنة طبعا تفاح تفاح صابون تفاح حاجات كل حرف صابون اللي قدام ما في عندهم حتى شمور مسكات صابون هنا صابون زي ما هو يعني واش كان مستقبل الا هذا حتى هو صابون حتى هو شنو مو صابون من كان كله صابون صابون اسمه صابون وانا في الصابون السائل والمسكات فكره مليحه الحق طبعا الناس مجمعين عليه صابون واظن يعني لان اصلا فكرته واو فكر بنينا ناخذ منها اوت فرالة ريحة مانجو حتى بس تبي تجرب اسف حط صبعي على الكاميرا تعرف هذا خير نقطع الكاميرا انا عجبني ريحة ماسك التنين عنب دلال حق ولا عنب نبي نشوف العنب انا اوه عاد شد الشيشة من نبي عاد شد الشيشة اوه اردي بالك قطعي علاش قطع لا خلاص يكفي قطعنا على الصونة فهيك نكون نازل مدري راكب نزلت الدور اللي تحت انا في اربع محلات مش عارفة علاش يعني انا جت نصورت بالطول يعني كنت نصور كله بالارض عاد جت فيها جت بالطول خلاص حصل خير المطار المكان عاشق نايف زعمتك تصور طفلك عارف كيف فطبعا اني رايح من امي وابويا خشيت الحمام كان زحمه في ذاك امهم شو يدور على مطعم وما عادش لقيتهم كيف اوكي شو رايكم ننزل نمشي للتويز شوب خذ في التويز شوب اوكي طبعا عندهم مول ما عرفت شنو هو او التويز شوب ف يعني مدارين تشك بوليس مان البر عندهم نفس الالعاب بالضبط اللي شفتها في التوشيف متاع نحن ترى خليهم عندهم كل شيء اونو على العاب على حتى الماكلة خد شوفان اما المول مول عارف كيف مع انه معجبنيش البا او سلايم دام بابا ما نعلن سلايم خاطر ينوي يخمر طبعا شنو كنت نقول انا المال ما كان زي ما الناس يحكوا عليه يا جهة الليجو ما نحبش الليجو انا المال ما كان زي ما الناس يحكوا عليه مش كل هذيك الدرجه شراك من اكبر دور تاني شكله في حاجات مليحه اصلا اول ما نشوف دور تاني في محل واحد عندهم كل انواع الالعاب مش عارف يعني
لما يكسد يجي هنا المشكلة المحل ما يخش لحد 3 أنفار في الساعة عنا. ما عادي مكملين. خلينا نركب الدور الفوق بسرعة يعني ما عشان نزيد كلام. هذا زي ما قلت وشني واتر ماتش. اوكي كنت صاحبها هو مرسوم بالواتر. بوتش طافك مني وشفت البوتش مش ما شفت ملعب تشبيه قصة ممكن 4 سنين عش شين 4 سنين 4 شهور. طبعا انا بسوي خلينا نركبه فوق بس زيدوا نفخ انا متوق لي فوق ما عش فيه لانه شكله زي المكتب بعرف كيف ما فيه شيء طالع البر كله داخل. اوكي العب اطفال العب اطفال اي انا كسدت غير ضربني انا نعطي تغطية كاملة عارف كيف. يلا نركب الدروس خلاص سعد سعد ستوب. اوكي انا ركبت طق 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 سعد اي ركب شعب على الدروج طوال يعني مش نمس مش ماشي الشعب احدانا قدام كل الدبابيب دام دبابيب وحلوات ترى المسايا اوكي بلاستيك وسحبتها وزفتو هذا المفروض بني احطه في رقبتي تبيني ننشنق ولا تبيه تقطع باش نجي نشي منك واحد تاني والله ما نشري واحد تاني. كانت دبابيب حلوة عندهم كل الدبابيب مش عارف علاش يعني اكيد باش يخدموا اما هذا عندي نفسه التايجر غير انا عندي اضخم وحاطه في دار الاخدين حتى خالي عنده الصغير اصغر خالي عندي عنده واحد زين التايجر تعرف ضخم كان نحي منه القطن ونخش فيه ممكن ندخل حتى اميمي معايا من كتر ما هو واسع. اوكي خلينا ننزل تو لان خلاص يعني كل الدبابيب عارف كيف ما فيش حاجة تانية فيش لوب عارف كيف انت فاهم ايش اقول انا نفر ينفع والله نفر ينفع نغرقكم مرة باي اظن نكي تقريبا خلاص دورتنا في توي شوب انا ندير في طاقتي ما نحبش الالعاب بكره عارف كيف مش عارف كيف كنت نلعب بيهم وفرحان بيهم زمان تنخش مهلات نادر ما تعجبني حاجة نادر هذا عندي نفسه واللي قدامك اللي فصل سيف وسهم اوكي ما في شيء كول عارف كيف اوكي طبعا في قلبة في قلبة ناس البر وفي شوية ناس الداخل مش عارف يعني المحل قدامكم ينادي من بعيد يقول لكم تعالوا تعالوا انا هنايا تعالوا طبعا هاي الالعاب عندهم السعر درون 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 يا ولاد درون ترى بالكاميرا عنده كاميرا عنده كاميرا غير شكلها مغطينا ترى بكم ما ظنيش يعني بسعر اصلي شني 1000 ليرة 1000 ليرة العاديات ب3000 3 يعني الطبيعيات اظن تقليد ولا بلاستيك ولا مش عارف كيف ب1000 هذي خط لوح شي مدير باب 1000 حتى السعر يخليك لا 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 انا مستغفل اما احسن تدفع 3 أضعاف السعر وخلاص ولا تقعد تدفع كل شوية نفس السعر كل مكعبات على فكرة يقدروا يتنحوا غير هم يعني ملصقينهم بالهوت جلو ومصفين اما حلو لما داروا عارف تقدرش حاولت ما قدرتش بوليس معنا اوكي تو نمشو رانو ناس فجأة هيك بدو يتفرغوا مش عارفة علاش نقولكم حاجة خلينا نبحث على أمي وأبوي لأن هيك مش حاصل من الموضوع أوكي أبوي تمام شفت تابلت أنا كاكول مفروض تابلت ما عرفت وين هو
كان في تابلت هنا قريبك، مش عارف كيف شكله، مش تابلت هو، اوكي هو قدامي، تنوريه لكم. هذا ولا واحد تاني؟ don't think. لا هذا مش لابتوب، هذا مش تابلت، انا توني بنركب وكذا، ممكن نلقى التابلت لابتوب قدامي، مش عارف توني نوريه لكم اول ما نلقى، خاطر هذا فويس اوفر مانيش حافظ كل شيء بالضبط، عارف كيف، لان البرة دوشة دوشة دوشة، يعني الصوت عالي جدا. باي اهو تقريبا هذا، علاش نزيد نركب فوق مش عارف والله، عاد عاد حصل خير حصل خير، برمى اللبس نقيهم لو تيهم اصلا عليكم نكرة بي تي اس، غرادي هي الاغنية يعني اللي جاب بالي قلت عندك عندي اشي ما عندك، طيب ليش تصرتر وينك يا تابلت تعالى تو المشكلة مش حافظ مكانه بالضبط في الفيديو، عارف كيف، اوكي 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 او واو الدور الثاني، انها معلومة تنفع يا اخي، يجب ان يعلموها في المدارس ولكن انت لا تستحقها، باي باي باي. هيا وينك يا لابتوب يا تابلت، طبعا تابلت نحكي لكم عليه لانه ابيض كبير ضخمك ضخم بوم بيو باشكح، طبعا تو انا المفروض بني نكون قاعد ندور على عيلتي، مش عارف علاش قاعد فتح الفيديو جد بني قاعد نهدرس عليكم، عارف كيف كرت اهو التابلت دام، اوكي في راجل واقف عليه فاستنى راجل انه يمشي، اوكي هون شي يلا بينا ولاد، اول شي نديرو قيري خاطر نبوش اللي هو مدير، شي نديرو طعام طعام، شوفوا وين ماكدونالدز، ماكدونالدز لا لا مش كافيين مش كافيين، ماكدونالدز احلى دا. لا لا شربوا مني عايز ستاربكس اظن، ماكدونالدز ماكدونالدز ايوه ماكدونالدز، شوف مكانه اهو، لا ما هوش الابيض اهو، نو نو الاحمر هو الصغنون شفته اهو ماكدونالدز، اوكي نتكو هذا شنو احتفالات هذا ديما نشوفها من عاد شنو هي، ما ديما نشوفها في اللايحات اللي فوق هادي، مانك شيء مانك شيء درت قري وخلاص، اوكي هذه الخريطة هذا اماكن تبحت عليهم عارف كيف، نكتبوا ليبيا ما ادري ايش ده هذا اسحب اماكن تبحت عليهم، طلع حاجة تانية مرة واحدة تكتب اسمك واسم عيلتك واسم حاجاتك، كمال اعلانات اعلانات زايدة يعني، خلينا نخش في فيلمز عندهم هلبة فيلمز، هذا لوكا متفرج عليه قبل، يا اخي مش متفرج عليه في هذوك النظارات 3D لعبت به، اما مش في فيلم كامل هيك ربع البداية ولا في نصه، المهم لما كان لوكا راكب الموتو الاحمر، انا خشيت في فيلم لما كان راكب الموتو الاحمر، هذا هو الفيلم، فطبعا الفيلم مش هذا مش تحت المية الفيلم، لا فوق المية غير هذا الجزء بس. طبعا هاي المواعيد اللي يكون فيها موجود في السينما، باي كول من وين يطلع الصوت يعني مانيش قاعد نسمع في شيء، اوكي كنت حاب في نقوب هذوك طلع يطلع في واقف فاضي، مشكلة الفوليوم فل عندهم هم في الإشارة اللي عاطينها لي، اوكي خلاص كول يكفي حسب ظنيك، خلينا نتفرج على نهايته ممكن تكون احلى، ندور على كلمة بيكسل هناك عماد
شوفوا نهاية الصنفة. فوت فوت خلاص دلنا قريك خلاص كرهناك يا شيخ. تعال ندور على نقولك لا شفت دروج قدامك قراب طبعا بس نركبهم هناك او هنا غاد تو نركبهم ونوريهم لكم. ما ظنيش هم كول هذيك الدرجة يعني يركبوا المفروض للدور الثالث. الدور هون تقدرش تركب له لا بالاسانسير ولا بالدروج. تركب لك عابك تخش القهوة هيا تكمل طريق كمل ديما طول 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 اهما لولو حلو ما ركب الضغط طب دروج ملوط شفافات والمكان عالي عارف كيف معناه يطيح منك التليفون خلاص طاح الله يرحم. وخايف على خايف على التليفون مشكلة مرش حاطين هولك وحاطين لك هذا شو اسمه لوح لوح تحت مفيش ولا حاجة. تبدأ ايدك يا راشي راشي ايدي نملوا لنا وانا نتفرج على الفيديو نملوا مال غادي كيف اوكي المفروض بنك what the hell no المفروض يرفعك خلاص هو لا يرفعك القهوة ايه يرفعك القهوة معنا الجهة الثانية مش وقتها الجهة الثانية الجهة الثانية مملك دروج بيض اعي وبابك اسود مسكر شعب ابيض اسود اعي هيك انا وجهه اوه لا لا قلبي 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 رعب يا رجل رعب رعب اقسم بالله الله رعب. انا نعرف رهاب نعرف هلبا رهابات او فوبيا اكشلي اما اكتر رهابين نعرفهم يعني اي حد ناس هلبا ناس نسأل فيهم على رهاب اللي عندهم فيقولون هما هما هذا رهاب الاماكن العالية والاماكن الضيقة. انا نعاني من الاماكن العالية انتم شن تعانوا زي الخوف عرفت كيف يبدو يدك ينمل ورجليك ما عادش تبي تركب تخيل في التخيلات تجيب زلطة عارف كيف كيف خلينا ننزل ونفكر واحنا من المسلسلات الهندية قاعدين نشوفها لا وسيمين حتى تلقى السكين ايه زيد عليه ما تنسوش تدير لايك سبسكرايب تشترك بقناة اختي اوكي فتو خلينا ندور على اهلي بالحق خايف تليفوني يطيع كيف انا في الدور الثاني اوكي هما يعني مش خايف هلبة اظن مش حيطيح يتكسر اظن مش انا حنطيح اما فوق حرفيا في رعب. الفيديو طوال يا جماعة الفيديو دام 23 دقيقة ممكن 24 دقيقة حاجة فيديو نص ساعة عارف كيف جاز يابو الامتياز ما ادري ايش خلاص خلينا ندور على امي ابوي اركب مدير خطير اسمعوا يا جماعه لما صكوا يا طبعا هذه مكرونه زين مكرونه بوكسين نفسه غير هي بحسها عارف كيف انا صص مختلف اللي هو مع الدجاج بتاع ميمي هذه بتاعت توسه توسه خلطه لحم وفي بطاطا عسل طمانينا وهذه بطاطا كبيره حارة جدا أنا لا شكرا حلوة في نفس الوقت حلوة 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 حرفيا فويس اوفر لانه كان دوش في المول فباي نتلاقوا فيديو تاني بياه.